تعالوا نشوف هيتصرفوا ازاي في السعودية. الصدمة. ايه يا حبيبي؟ انتوا كويسين؟ تمام، انا بخير. باكل كويس، انت حتى بتكلمني وانا في المطعم. باكل رز وفراخ وشوربة اهو. ماشي، باي باي، في رعاية الله يا بابا. الو، ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ انا كويس. لا، انا باكل كويس. يا واد، بفطر رز وفراخ ولحمه وخضار دلوقتي حالا. طيب، مع السلامه حبيبي. يا ترى لو الشخص مش بس فقير، لا ده كمان مغترب مش من بلدك، يا ترى ده هيغير رد الفعل؟ كان مهم نجرب ونشوف. الحمد لله. فيك ست فين؟ والله بنعمل الحمد لله. بفطر انا وياك. انا طلب فطورتك يا امي. ها، الله يخليك. تفضل. الرحمه حلوه. هم يا مصر امن وامان. الحمد لله. احمد ربك، والله بعض الناس يعني اطفالهم ما يدرون وين، بعضهم ما يدرون وين ينام. الرحمه افعال ومواقف بجد. انا بعيد على بالي 6 سنين. عفين يوصلك لهم، كلنا بعيدين، كلنا هنا، أمور الدنيا هذه كلها تختلف، بس ريع عمرك، أقبل بالك، أشكر الله، كل شيء ينحل. بالله لله، أذكر الله. الله اللي يفرجه، الله يضحك، الله يسهل أمرك يا رب. وإن شاء الله إذا في شيء عينك عينك له. وأنت عند إخوانك، وأنت في المملكة وديت الخير. الله يبارك فيك، استغفر، أكثر من الاستغفار. الله سيرزق بإذن الله، عاجلاً أم آجلاً. وبالسماء رزقكم وما توعدون. هي دي الإنسانية بجد. شوف، أهم شيء واحد عليه صحته. الدنيا الفلوس هذه تروح وتجي، يعني ما عليه، بس بسيطة، مهم شيء الصحة. ولا أنا؟ أنا والله يا حد ترى أنا والله العظيم، أنا مرات إني ما ألقى حق البنزين، أنا أدرس الجامعة. اني ما القى حق البنزين. ما تسوى الدنيا، الموت مروح بنا، والدنيا كلها ما تسوى، والناس للناس من حاضر وبدو وحاضرة، واي خدمة اعطيك جوالي، اتصل علي في ليل ولا في نهار، خدامينا الحمد لله، اهلنا ربونا على هذا. الاخوة والرحمة موجودة بنا، وما فيش حاجة ممكن تمنعها ابدا. شوف، انا والله لو استلمت كان راتب أنا وياك نصيب، والله لا تسمع أنا وياك نصيب. كل شيء تمام وبسيطة، وفي غيرك على السرير الأبيض مش قادر، اسمعني مش قادر يتحرك، أنت قاعد تشتغل وحد ومنصف، وإحنا كلنا البعض، هذه هدية للأولاد مش نفسك. أنا أخوك، أي شيء تبيه إن شاء الله اللي يقدر عليه سوي لك. طال عمرك، هذا برنامج الصدمة، وهذه تجربة اجتماعية، شوف كيف الناس يتعاملون مع مثل هذه المواقف. الله يعطيك العافية. لكن وين راح؟ بس تعال يا أحد. خله يا أحد. معنا. تعال أفطر. تعال معنا يا رجل، معنا. وش اللي صار؟ هو مصري، أنا زعل أن كلمته أنا بغربة بصراحة. أنا قلت له والله لو حتى عندي كنت واستلمت الراتب، والله أقسم أنا وياه نصين. تمر الظروف هذه على كل إنسان، فيجب على الإنسان اللي مرت على ظروفه أو ما مرت عليه أن يتعاون ويساعد الآخرين، ربي يساعده من حيث لا يحتسب.